السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو اتحداك ما تحس بالسعادة لان الفيديو او لو تشتركوا في القناة نص كده انتم ميدو مشترك وضع اللايك على نص كده اكبر عن الرقم اللي بدل الفيديو. انا مش هاد اسانسير من الكهرباء وما هو عن كتاشي ينزل ازاي؟ واو ينزل من فوق لتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على بتاع بتحط الحاجات الورق بتاعي النظام زي بتطبع الصحون او كده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون مش احنا واحدة دي تليفون هواء مش احنا واحدة واو بحط ليه من ورا يروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة لطيفة عشان يشيلها وتلاقي مادة لزجة او اي حاجة سموت لها مادة لازم. دي بنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة لف عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واسرحها عاملة ازاي مرة روعة مرة روعة حلوة. دي تكتب تقدر تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق ورق ألوان زي الواحدة راح كل يوم لازم معايا بص الألوان كلها. دي بص دي نفس زي الأولى دي نفس زي الأولى دي بص برضه بيعمل بإيديه بيبقى كله طالع واو مرة رائع. وأنا عايز واحدة زي دي مش في الأسود الخطر يكون فيها متغلف أو شيل التغليف اللي عليه شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية وعارف لما أركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي بنقول زي لون لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعام ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها تقنية بيعمل دي كراتين كراتين بتتغلف بتحس بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. واو دي بقى بتبص اكتب بص زي برضه ولا تلاقيه بص مع الايدي وبص مع الخشب ده ولا ايه دي كام تاكسي. واو كام تاكسي نموت كام في المطارات ونموت نموت على التاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية آلية بتتعمل 4 ثواني دي بتغلف شنط السفر بتغلفها في حد مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف سقف المعلق او الجبسون بورد دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي قلم رصاص او العاب مائية دي لسه بقى تتغلف تتحط في كرتين تتغلف على فوق. واو دي برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لف على بتاع هيلفه برضه لفه هيلفه على الورق هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب هيغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع واو حط مادة عند الوان عند أخضر أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور كور تنس كور صغيرة. واو